منورنا يا باشمهندس. الله يخليك يا فندم. اتفضل اتفضل سعادتك. انت فاكر التوجيهات اللي صدرت من سعاده الوزير بخصوص منظمات حقوق الانسان انهم يجي يعملوا زيارات عندنا؟ اه يا فندم، وعندي صوره منها. في خلال يومين ثلاثه في وفد منظمه هيجي يزورك في السجن. يا فندم احنا عاملين حسابنا كده وكده، عايزين ييجوا ما يجوش احنا تحت امرنا. بالنسبه بقى للموضوع اللي انا كنت كلمتك فيه عندي هنا في المكتب بخصوص المطار، والله يا فندم والله والله اسبوع وانا بحاول اكلم حضرتك بس محرج يعني. استنى بس يا عباس، انا مش عايز اتعشم لانه مش هينفع. مش هينفع ليه بس يا باشا؟ والله يا عباس انا كان نفسي اكون اول واحد يقول لك الف الف مبروك. ربنا يخليك ليا يا باشا. لكن للاسف النقل جه لسياده اللي هو سعيد خليل. سعيد خليل؟ اه هو في الوزاره زي سعيد خليل؟ والله انا هكون اول واحد مهنيه. طيب مع السلامه بقى يا عباس. يا باشا انا تحت امر سعادتك اي وقت وفي الخدمه. مع الف سلامه. رميزة حبيبتي، أنا هقولك على حاجة مش عايزك تتضايقي، الوضع مش هيستمر يعني، ده وضع مؤقت. أنا قصدي بصراحة عندي تفتيش هنا في السجن، يعني صعب جدا إن قطاطة تطلع من هنا علشان تجيلك البيت. إيه اللي أنت بتقوله ده يا جد؟ يعني إيه قطاطة مش هينفع تيجي؟ طيب أوكي مفيش مشاكل، أنا هجيلها السجن ولا هتفرق معايا. مالي يا قطاطة وحشتيني. تعالي هنا. تعالي قطاطة تعالي هنا. مالي لموزة. تعالي لموزة. تعودي هذه قطاطة يا ستي. جايلك جدو. يلا يا جدو. يا 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 قطاطة هنا هنا هنا. تعالي هنا هنا هنا. كده؟ ايوه هو كده. لا ده جدو. حسن حسن يلا يا جدو، انت هتفضل قاعد معانا كده ولا ايه؟ يلا روح. مالك عليها حتى اتنين رز بلبن. نعم رز بلبن. حاضر. امال الرز؟ حاضر. يا ده بسرعه زلنا قاعده. حاضر. ازيك يا موسى؟ ازيك يا قطاطه وحشتيني. الحمد لله الحمد لله. وعزيز عصام هو مشي؟ مشي مشي خلاص. ماشي، كنت عايز برضه اجيب بطاطس. خلاص هيجيب لك. وحشتيني يا قطاطة. عاملة ايه؟ الحمد لله. وبيت الخدامة مدعولة عاملة ايه؟ كويسة كويسة؟ يا رب ما اكون كويسة ابدا. خرابي عينك على الباب وتقف هنا ما تتحركش لحد يدخل مكتب ولا حد يخرج منه، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. وحش واقف. شفت اللي حصل ده عبرس؟ ايه اللي حصل؟ شفت بدل ما صدقت ان اسمه ابرع بالسجن عايزين يودوه ويقولوا عباس عباس عبس وعدله المخدرات. ايه ده؟ النسوان بتتكلم في السجن بتوعبوا المخدرات عنده. ايه يا قطاطة اللي انت بتقوليه ده؟ فلا لا لا فلا. وانت قبل التفتيش كنت عاملين دوشة كده هنا في السجن. لا يا قطاطة ما تقوليش كده، ما فيش الكلام ده خالص. طب هو ما بياخدش معاه في الا دي. كل الحكاية ان عنده بس شوية تفتيش وشوية قلق وكل حاجة ترجع زي الأول، فهمتي؟ يعني هو مش هياخد إعدام؟ إعدام؟ مفيش إعدام خالص يا قطاطة، مفيش. يعني دي إشاعات؟ أيوة إشاعات. يعني مفيش حاجة من دي؟ لا مفيش. طب وأنت جاية هنا ليه؟ جاية عشان الحدوتة. حدوتة؟ حدوتة أيوة. إيه؟ حدوتة الليمبي. الليمبي حبيبي أهو جاية أهو بحضرة الكنرسات بإيد جده. أعجبك العرس؟ أقشطة؟ ده أنت اللي قشطة. بقول لك إيه؟ أبقى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات وده. أكون عارف. قشطة يا جوي. قشطة يا شجرة. لا وجعتني قوي يا شجره، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سودا اللي انا فيها دي. انا رجليا دابت من الوقفه والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما نعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم. اجارك الله كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق.
دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. خلاص. موتوني ولا ايه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مزله. اركع يا لمبي. شجرة عيب الناس والرجالة كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي. سامحنا يا رب. سلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي اللمبي. الله يبارك فيكي يا رب بحق جاه النبي، يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله ان شاء الله. مش بشتر خير، انا مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان، نعم، هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا. طبعا انتوا كنتوا عارفين انه امبارح كان ليله دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب الصوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين، ها، وقعده وحجرين والصباحه وهي ترقص له كده. يعني بقى ليله الدخله بقى انتوا عارفين ان رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سكرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر، ام الدنيا، حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يعلوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخلعش تاني؟ عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخنه قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر لويس. نعم لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر لويس. يا عم هو كل شويه غير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. ايوه قلت بقى لويس ده، لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط، نسيب لهم الايه؟ الساحه مفتوحه. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ منصورة. المفتوحه هيخش على المنصوره؟ كويس، احنا هنفضل الشوارع ونفضل الحواري ونفضل البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضه مقشره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي؟ انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجاله وانا ايه؟ ايه يا بنت؟ المقسوم موجود يطلعنا الوقت ورقه واحده وخلص. الله. وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلي بالزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حلة جزم، شربات، ايدهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه في نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجيلنا مسافة السكة يخش يحرر المنصورة ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الجيش المصري عاش الجيش المصري
حاطط لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تتظبط. ها، والايام ايها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحرية، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، اما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبرة لكل من يعتمر. هيا يا العمل، انتشر هنا، يلا بس يلا يا عم. طب هو لا اله الا الله يا عم، طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ الشعب الغلس ده نطير هو. لا ما يلا يلا امشي انت هو يا ولاد يلا يلا انت هو يلا يلا يلا. يعني بعد ما قتلت لك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعة ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق، وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي، الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته، ده مش عارف اي حاجه، ده بيقول لك لويس والخميس وبوليس وادري. مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقول لك اقعدي هنا ما تتكلميش؟ ها، والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي ازاي؟ يا طربال انت عندك مشاكل كتير قوي، انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل، وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي، وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف الزوج الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه مهدياته وبلاش كروتة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداروا به على على دناءتكم. يلا برا برا يا زنزع برا، ايه يلا برا اجري لما على الجنوب بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا، ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاتنين عرش واحد، دقيته عندي وعندك يا شجرة احد. مولاي السلطان، إن قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين. سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطة. ايه فستان؟ فستان. فستان يا معذر، بفكرك عايز فستان تلاقيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ حاجة قرف. سافروا لعمنا ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مدالين؟ بس يعني ما هو أدينا قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم الحكم الحكم، وأدينا قعدنا في الكرسي اهو قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجة. عاطل قاعد عاطل ذكروني. و يا أهل مصر طيبين، انت تار جايين، انت تار جايين يا مصريين، انت
انت تهار جايين، انت تهار جايين يا مصريين. اللهم حذر، اللهم بشر، اللهم بشر. انت تهار جايين، انت تهار، انت تهار. خلي بالكم، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. وبعدين في العطله اللي الواحد فيها دي، من دولك الحكام بيتعبوا وبيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو، ولا في اي حاجه خالص، مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلم ودخلوه. نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازاي كلمبي؟ من انت؟ الله، لعم مين انت عملت لي دي كده كأني تحتيها عمر المختار؟ مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسة. جد هريسة؟ اقعد مكانك. انت ايه، في مرض معدي عندك ولا حاجة ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر اللي انت جواسيس؟ ايوه. لا ما تخافش، ده كومبارس هنا معانا. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى فحش مدى؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف اجد وهريسة. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك. وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز ما دام ظهرت لي، ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ انت واخد البلد ورايح على فين؟ لا، لان بتكتك تكتكه للبلد رايح على فين؟ هذا راح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله، ما تقلقش. اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا، احنا فعلا ما قدامناش وقت، ولازم نتصرف باقصى سرعه جدا، ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم. يومين ايه؟ ثلاثه ولا ايه؟ ولا ثلاثه. ودي وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمه لسانك. اسمع يا لمبي. ايوه. انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري. من ظهرك ما انا شايفه، انت هتعمل اللي فيها بلطجي. كمل. ها، في بنت هنا من الجواري. ايوه. بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده، وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا؟ هي الوريثه الشرعيه. ايوه. اشاعه سمعتها من سنين، وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي. انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت راقصه عماله ترقص، وكنت عماله اقول لها ايه؟ يا بنت دي ايه؟ دبانه ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسه. ايوه. دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي، مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب والانسه الاميره شجره الرز دي هعمل فيها ايه؟ احشيها في صباع محشي واظبطها ولا اعمل ايه؟ شجره رز ايه؟ وانت ما بتفهمش اي حاجه؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في ايديها. ايوه. يعني ايه الكلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش. يعني ايه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءة. ايوه. خلاص، يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابلة كده وفي السكرت، ها؟ نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوة عشان نظبط بقى الأول. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه. اسمع. ايوه، المهم هنسمع اهو. اسمع. يا عم ما خلاص، هو اسمع. اسمع، ما تقول. اسمع لما اقول لك، قول لي. اسمعني كويس. ليه ده؟ اتفضل. انا حرقت مقابلة بينك وبين البنت دي. خلاص على خير الله. ده كده اركان العمليه كلها اكتملت، ولازم يكون في سريه تامه، وانا اطلع على طول واروح نبلغ شجره الرز باللي حصل، عشان انا الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟
سمعت آخر الأخبار يا أمير طربال؟ وهي الأخبار في المحروسة بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال إيه؟ يقول لك ده آخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبة، إيه آخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الأمير إن السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروسة عارفه. وهو بقى ده آخر خبر؟ ده أنت اللي آخر واحد سمعته. وسمعت إيه كمان؟ وسمعت يا سمو الأمير إن السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغاية اللحظة المناسبة يخلصوا عليك أنت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضيع فرنسا، ده انا المملوك هضبة والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الأمير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان أقطع له راسه، وطبعا بمساعدة رجالتي وحبايبي. احنا خدامينك يا سمو الأمير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راسه نقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مسألة السلخ دي سيبوها علي، أنا هعرف إزاي أكسر سمه وخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الأمير طربال. اتفضلهم شنتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكو يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا طردنا صح؟ طيب يا ريت هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك سخي يا أمير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أوامر بأكلك. كده يا سلاف، ما كانش العشم، لكن العيب مش فيك، العيب فيا أنا. طربال طلع حمار. اتحرك يلا اتحرك. يلا تعرف الوقفة دي كانت عايزة سجارتين كده على نفسي كده بتفكرني بالسيد الزينب. اذهب انت وقت لي بكأس من السلاحف والخنافيس. حضرة باباي. اخيرا لقينا لوحدنا. انا عمال اشاور لك والف حواليك واقول لك الدبانه اللي في كتفك دي الدبانه صح؟ طب بص بقى المفاجاه، انا هوريك حاجه عشان تعرفي ان احنا الاثنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلعي الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس، في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين. اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي بس انا عرفتك. إيه ده؟ انت محروس. محروس؟ محروس. انت محروس يا ست محروس. مين؟ انا الليمبي. انا الليمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقولك يا أسألك سؤال، هو انت الامير الزينات حكمه العرش اللي هتعرضه المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثه الشرعيه. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانه يا محروس. يا ست محروس، مين قلت لك انا الليمبي؟ الليمبي. الله يخرب بيت ام محروس. طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانة دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانة بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضه كله عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكة مصر؟ حظك يا مصر،
يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا أميرة زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك بترد باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بقى دلة تانية اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت بقيت ايه؟ بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك. هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مورطيني في جريمه كده تربان وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. انا جايب المفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هريسه ده واخد بعضه وامشي على السيده زينب. انا تعبت، عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حزب البلكونه هتبط. ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ لقد جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ورا. بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية، الأمن والأمان. يعني إيش؟ حرية، حلاوة، طحنية. مقصود كلامي إن دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لأنك أنت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى إيه الوضع؟ وأنا النهاردة جاي أكشف لكم عن الحنوضة اللي أنتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة، وأحكي لكم قصة قتل الأمير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتوا طيبين. لمبي اسكتي يا أيتها الشنطاء. عاش السلطان لمبي. اسكتي ولا تتفرخي بالكلمة. أيها الشعب، لقطع له طربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت له أن يقتل قمر الدين كل سنة وهو طيب، فقد طعنه طعنة ويا لها من طعنة، ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناسور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم، وديكم شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير قمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان. اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كده، بس انت قلت كداب والمصحف كداب. انت والله ما ده كداب، بس يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه، والنبي انا من القلعه والسيده زينب، بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من هو المقلي ده، عارفينه اللي بيجيب النصور برضه. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكلب. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا الليمبي
صدقوا الليمبي، شجرة الرز هي اللي دبرت كل ده، شجرة الرز هي اللي دبرت كل ده. ها؟ جاري ده؟ أخيرا ظهر الحق. ظهر الأمير الليمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشارع. اضربها بالمبقاب. حطوه في الثلاجة. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حنانة. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حنانة. انت فين؟ انا هو حنانة. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حنانة. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين؟ زينات فين؟ انا هنا. زينات. انا هنا يا حنانة. هي وحلاوتها هي. امال فين؟ فين لمبي؟ ما انا هون انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا لمبي؟ انا هو يا حنانة. بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ خلي بالك. ايوه. التتار جايين. التتار جايين. حاضر. التتار جايين يا لمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا لمبي. حاضر ما هخلي بالي. حاضر. قولي له يا زينات. يا عم. التتار جايين يا لمبي. يا عم انا خلاص عرفت يا عم ده. الحرب. يا عم. الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثة عرف. التتار. الله يخبط أم التتار عليهم. التتار جايين يا لمبي. هو يا أخي ده ما قلت أنا خلاص بقى. ده أنت سعيد أوي إن زعلت الكلاب ليه كده. التتار. كفاية كفاية يا لمبي. قول لهم. قول لهم إن أنا الوليسة الوحيدة. قول لهم إن أنا السلطانة. لا زعلت. بس خلاص انا هقولهم. تعال التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ده حبيبي. يا عم انزل هو ده ناقصه خانقه هتقول لي اوه خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. الحرب. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى اقتلوا يا جدعان الراجل ده والمصحف هو ده اللي شغال مع البلاد. يا ده قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجاه. في حرب فجاه؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي. خش عليهم على طول اذا في حرب فجاه. قول انت قول. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. طب قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى الجهاد الى السنديده. اطلع 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 فوق. يلا سندباد ايه و... احنا ايه فاتحين كارت الاسبستون؟ لمبي. نعم مين؟ لمبي. عم هريسه. لمبي حبيبي. عم هريسه. التتار على الابواب. يا عم ما هتخلون انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. طيب. ايوه ضعف. ومعنى كده اني اجلي ايوه قرب يقترب. يا الف بركه. تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعالى عاوز اموت في القصر. تعالى هموتك موت عسل. تعالى عاوز اموت في اي حته دي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يحيى شهيد. يحيى شهيد. عاشت مصر حره مش احنا. يلا 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 خليني شويه الف يا بنت. يلا بقى شكلك سيله قوي. الله ايه بنت الغلاسه اللي انت فيها دي؟ التتار.